وفي ملف الحرب على غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق عدة في قطاع غزة، خاصة على خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات. وقصف الطيران الإسرائيلي المنطقة الوسطى لقطاع غزة ومحيط مسجد في مخيم بنصيرات، بينما تواصل القصف المدفعي على محيط مناطق جباليا البلد شمال قطاع غزة وحي التفاح شرق مدينة غزة. كما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 87، ما أدى لاستشهاد 21,822 مواطنا وإصابة 56,451 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة لآلاف المفقودين في حصيلة غير نهائية. أنا